في العام 2011 قامت S&P للتصنيفات الائتمانية بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة تاريخيا بسبب أزمة الدين التي حدثت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. اليوم لدينا مخاوف من أن تتكرر هذه الأزمة، وخصوصا مع التصاعد في حدة النزاع ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. طبعا هذا النزاع وهذه المشكلة هي ليست بالحديثة، من العام 1950 إلى اليوم ونحن نشهد تكرار لنفس هذا الجدل ونفس هذا النزاع ما بين الحزبين، وتحديدا على موضوع رفع سقف الدين الأمريكي. بداية، ما الذي نقصده برفع سقف الدين الأمريكي؟ للولايات المتحدة الأمريكية حد أعلى يسمح للحكومة به أن تقترض. إذا ما اقتربت لهذا الحد وكان لدينا لا يزال هناك يعني حاجة لتمويلات إضافية أو دفع فوائد، ولم تقم برفع سقف الدين للاقتراض مجددا وتمويل الحكومة، ستكون الحكومة الأمريكية فيما يعرف بالديفولت، أي أنها تكون تخلفت عن السداد. لم يسبق للولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها أن تخلفت عن السداد أو قامت بعمل ديفولت، ولكن كما ذكرنا بالعام 2011 كان لدينا تخفيض للتصنيف الائتماني لأمريكا بسبب هذا الملف. التوقعات تشير إلى أن انخفاض أسعار الأسهم بمقدار الثلث تقريبا سوف يكون هو بسبب عدم رفع سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سيؤثر على معنويات المستثمرين. هذا الملف سيتسبب بخسارة 15 تريليون دولار من ثروات العائلات والأسر الأمريكية. سوف يكون لدينا ارتفاع لأسعار الفائدة بسبب مطالبة المستثمرين برفع معدل العائد، بما أنه يعني لم يتم رفع سقف الدين. والأسوأ أنه أيضا سيؤثر بشكل كبير على معدلات البطالة، سيتسبب بخسائر أكثر من 6 ملايين وظيفة. المعضلة في هذا الملف ومواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن له خلال هذا العام هو التوقيت. هذا الملف يأتي في التوقيت الذي لا يزال فيه الاقتصاد الأمريكي في طور التعافي من جائحة كورونا، وبالتالي هو لا يستطيع حتى الآن مواجهة أزمة اقتصادية من هذا النوع. إذا سوق الوظائف مهددة بخسارة 6 ملايين وظيفة إذا لم يكن لدينا رفع لسقف الدين، وبالتالي هذا سيرفع من معدلات البطالة. سوف يكون لدينا انقطاع لشيكات الضمان الاجتماعي وإخفاق في دفع 20 مليار دولار من دفعات مستحقة لكبار السن. يعني التأثير بده يكون تأثير مجتمعي اقتصادي على الشارع والأسر الأمريكية بشكل كبير. ما الذي حدث في العام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما؟ كان لدينا أزمة بما يتعلق بالديت سيلينج، تسببت في تخفيض التصنيف الائتماني من S&P جلوبال للولايات المتحدة الأمريكية. في العام 2015 خسر الاقتصاد 180 مليار دولار فقط بسبب أزمة سقف الديون في العام 2011، وتم بعد ذلك إعادة تطبيق سقف الدين في أغسطس 2021 بعد تعليقه لعامين. عمليا نحن نتحدث عن 80 مرة تم فيها رفع سقف الدين منذ ستينيات القرن الماضي. الخلاف اليوم هو ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. الحزب الجمهوري يرفض تمرير رفع سقف الدين إلا إذا ما تخلى الحزب الديمقراطي عن حزمة الإنفاق الاجتماعي ب 3.5 تريليون دولار. ومن جهته الحزب الديمقراطي وجو بايدن يرى بأن هذا الملف حساس جدا وهو أساس الأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن، وبالتالي لا يستطيع التخلي عنه. الأمر الذي يجعل هذا الخلاف هو محط للكثير من الجدل خلال الفترة الماضية. إذا كان هذا عرض سريع حول أزمة الديون ورفع سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف من تكرار سيناريو العام 2011.